ست شهور كانت كافية إن أنت تاخد قرار وتقول إني مش قادر؟ لا مش قادر. أنا يعني أنا كنت ممكن أكمل في الاحتراف وأنا لما كنت في ميتلاند طبعا يعني أنا كان نفسي أعمل حاجة أكتر من كده. أنا أول ماتش ليا أنا قدام سبورتنج لشبونة أنا جبت جون ورجعت في الدوري جبت جون، فهي مشتش معايا بس بعد كده، بس الحمد لله ده نصيب. شخصيات رئيسية في حياتك كان عندهم نفس الحلم وما كملوش، إخواتك هما بس لولا الإصابة كان ضمانهم موجودين دلوقتي وبيلعبوا، محمد أخويا وحازم طبعاً أنا يعني مش هقدر أديلهم حقهم لو اتكلمت عليهم من هنا للسنة الجاية، دايماً على طول بينصحوني، وحتى لما ربنا ما وفقهمش وكده كانوا دايماً يقولوا لي الصح من الغلط إن أنت تعمله عشان توصل لحلمك، وعلى طول كانوا معايا. مين الشخصيات اللي عرقلت طريقك، اللي حاولت تقف في طريقك تعطلك؟ لا في ناس كتير، في ناس كتير بس انا مش عايز اذكر اسامي، ربنا يسامحك. قولي مين من غير اسامي. ازاي اقولك مين من غير اسامي؟ قولي، اشرح لي، قولي مدرب، قولي صديق. في مدرب، في مدرب كان في مدرب مش مقتنع بيك في أكيد بدايتك. زي طبعا ده بيحصل، زي مدرب غزل المحله. احكي لنا. انا اللي قلت اهو، قول بقى احكي لنا. لا هو يعني مش عايز اذكر اسمه بس خلاص بقى انت عرفتي، هو كان طبعا كان خالد ابو الفتوح، كان اخر سنه قبل ما امشي من غزل المحله، كان هو محبطني خالص لدرجه ان انا خلاص انا قلت مش هلعب كوره تاني، وكان دايما مثلا في منتخبات في حاجات في ماتشات في كده ما كانش مقتنع بيا، بس انا كان عندي اصرار وعزيمه ان انا ان شاء الله اوصل لحلمي. انا يعني ما جيت طلعت لغزل المحله ده اتصعدت فوق الفريق الاول، يمكن انا اخر واحد اخر لعيب من جيلي اتصعدت في الفريق الاول، والحمد لله ربنا كرمنا. سالت نفسك ليه كان بيعمل كده؟ لا في اسباب، اكيد في اسباب يعني، بس انا مش عارف ايه هي، يعني لحد وقتنا هذا مش عارف ايه هي الاسباب. ما توقعتش سبب مع نفسك وحسيت ان ده سبب منطقي ممكن يبقى هو ده؟ لا ما انا ما توقعتش كده لان انا ما كنتش مؤثر في حاجه، يعني سواء تمرين او ماتشات ما كنتش مؤثر في حاجه خالص. طب بعد اللي قالوا عنك وانت النهارده في المكان ده ايه اللي ممكن تقوله له؟ لا طبعا انا اتكلمت معاه ممكن من فتره طويله كده، اتكلمت معاه في النقطه دي، وحتى هو رد عليا قال لي انا كنت بعمل كذا 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 علشان ابقى جنبك، فهو ما كانش بيتعامل معايا بصراحه، يعني هو ما كانش بيقول لي الكلام اللي كان بيحصل، هو ان انا مثلا كنت ابقى في ماتش فانا اجيب جون فيطلعني بعد ما اجيب الجون نزلني تغيير فيطلعني تاني، كان بيعمل حاجات انا لحد وقتنا مش فاهمها اصلا. يمكن كان عارف انك بتحب تلعب تحت ضغط فكان بيحفزك. لا ما كانش وقت تحت ضغط. ما كانش وقت تحفيز. لا.